يا ناس الدار ويا مالين الدار، اهلا ومرحبا بكل الناس اللي انضموا لنا الان على قناة الشروق العامة. اهلا وسهلا بكم في عدد جديد وحلقة جديدة من حلقات، جيت راح نقول غنية جزائري، ما بالي اقسم بالله غير حسيت، اقسم بالله. مساء الخير يا سمير. مساء الخير عليك رياض، انا ثاني بدوري نرحب بالناس اللي التحقت بينا الان على المباشر. توالفنا على بالك طولت لا سيزون تاع غني جزائري، وانت اليوم اليوم على ضربه تعاود محفظتها بزاف. مشاهدينا كم توالف رمضان في الدار، نذكركم فقط انه البرنامج ساري الى غايه نهايه رمضان، راح نرافقكم فيه حنايا وديو اخر ليوسف نكا وكذلك مينا فوسات، والجوائز كاينه، الاتصالات كاينه، فقراتنا حاضره، راح نحكوا على مواضيع عديده وراح نناقشوها معكم، ولكن تفاعلكم معنا راح يكون عبر رقم الهاتف اللي ظهر اسفل الشاشه 023 70 92 94. اتصلوا بينا وراح يكون اتصالكم مش مجانا، طروحوا هكذاك، ولكن راح تاخذوا في يدكم هدايا لازم ليك هدايا. عندنا الهديه الاولى تصميم من احد تصاميم شيك لوريون، والهديه الثانيه هي باك مهدى من طرف ذا بيست. مشاهدينا مازلنا نستناو في اتصالاتكم، ولكن نقول لكم برك انه اليوم عندنا ساعه برك من الزبان راح نجوزوها مع بعض، لانه اليوم بحكم انه يوم الجمعه. كما عودناكم في كل عدد مشاهدينا نتكلموا على موضوع عنده علاقه برمضان، مباشره علاقه برمضان. طبعا اليوم النهار اليوم حبينا باش نتكلموا على البركه اللي في السحور، كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. على بالنا باللي فيه فائده كبيره، ولكن للاسف الشديد كاين بزاف ناس يتهاونوا على السحور وما يتسحروش ويعزوا. كاين بزاف ناس اللي تقول لك انا يا خلاص كليت طاغ ما نروحش نتسحر. ناس بزاف رياض راهي تحاول تتصل بينا، خلونا ما نضيعوش وقت بزاف ونستقبلوا اول اتصال لنهار اليوم. الو مساء الخير، رمضان كريم. الو مساء النور، رمضان مبارك. اهلا وسهلا، الله يخليك، شكرا ليك. شكون معنا ومن وين باش نقدروا نحكيوا قدامك؟ انا ام معتز من تيارت. ام معتز اهلا وسهلا بك. اهلا ومرحبا بك ام معتز، شراكم لاباس حالكم؟ الحمد لله يا ربي. قولي لي ام معتز. نعم تفضلي. بتكون رمضانكم مبارك ان شاء الله. ربي يخليك، شكرا، ربي ينورك. راكم والله غير راكم صوب، راك نحن علينا من الحمد. شكرا لك ام معتز. قولي لي انت يا عندك ام معتز، يعني عندك معتز في الدار وخوته ولا خواتاته؟ وعندي معتز وإلهام. الله يبارك، ربي يخليهم لك ان شاء الله. صغار كبار تنوضوا للسحور ما تنوضوش؟ انت من الناس اللي تحب تنوض للسحور؟ واه واه، نوضوا للسحور ونسحروا وناكلوا. نوضوا ما نرقدوش حتى نسحروا. تسمى شغل داخلي هكذا يكملوها. قولي لي ام معتز واش طيبوا في السحور؟ واش نطيبوا؟ دي فوا طعام. طعيمه لازم. تلزم الطعام بالصحور. طعام بالتمر والبن والرايب هذا. الله الله الله، مليح مليح، حاجه خفيفه. هكا ناكله كما قلت لي يطرح فيها ربي البركه، والله غير نسحروا وناكلوا. بصح الطعام ضروري كل يوم يحضر على مائده السحور ولا؟ واه لا لا، ماشي كل يوم، ماشي دائما، كي تكون ماكله بزاف ندير. داكوغ، تسمى جينيرالمون هما تزيريين باش يبقى من الفطور يكملوا يتسحروا. صح اكزاكتومون. ام معتز قولي لي انت، يا من الناس اللي تغيضهم امرهم كي ما يتسحروش؟ بزاف. صح، كاين بزاف اللي ما ينوضش للسحور تغيضوا امرهم شغل. واه بزاف، انا في يمات الاولى كنت نرقد ونعاود نوض نسحر، ما نطيش صح. لا لا، ضروك راني نقعد حتى نسحر، اوبليجي نسحر، انا نحب نسحر. تخي بيان. هي شوفي جينيرالمون لي زالجيريان كي ولفنا هذاك رمضان تاع الصيف كنا كاع ما نرقدوش حتى نسحر. كان الليل قصير. نو لا 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 مع الدراري ومع لا 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 مليحه مليحه. ربي يقدرك والله يعطيك صحتك ان شاء الله. شكرا لك ام معتز، الله يخليك، شكرا لك، ربي يخليك. والله حابه نربح معاكم ان شاء الله، يعني من فمي راح نقولها لك دوكا، سبقتيني فيها، ان شاء الله تكوني من الفائزات لنهار اليوم بوحده من الجوائز اللي انا عارضينها ان شاء الله. بارك الله فيكم، صحه فطوركم وراكم صح، وكملوا كيما هاك ان شاء الله. شكرا، الله يخليك، ربي يخليك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مازلنا معكم في رمضان في الدار، مازلنا نستناو في اتصالاتكم باش نتكلموا معكم هكا باش نعرفوا شويه راي الوسم والمشاهدين الكرام في هذا الموضوع،
وثاني يمكنهم باش يفوزوا معنا باحدى الجوائز تاعنا نهار اليوم. اليوم الحظوظ راهي اوفر ياسمين باسكو ما كاش بزاف وقت، يعني المتصلين ما يكونوش بزاف. دونك اوتوماتيكمون كانوا كاش اربعه متصلين ولا خمسه، راح نحاولوا انه الجمعه كم تعرفوها مش هذه الجمعه الاولى ولكن كانت جمعه قبلها ضيقه جدا لانه ما نبداوش البرنامج الا بعد صلاه الجمعه. رياض كنترول نروحوا الان الى اولى فقراتنا صبر اراء في حول الموضوع اللي رانا نتكلموا عليه، هو فائده وبركه الصيام. لي شكون كان قام به زميل هو كيف يلا السحور اوكي لا غالب انا على بالي يلا نتبعونا هذا الجواب معنا. يلا عودة لكم مشاهدينا بعد صبر الآراء. هذا اللي كان شوارع الجزائرية باش نشوفوا الجزائريين إذا يحبوا السحور ولا لا، كل واحد طريقته كيفاش يتسحر. كاين الناس اللي ترقد وتعاود تنوض، كاين الناس اللي يعني تاخذ ليلة كاملة باش تقعد تستنى السحور ديالها، ولكن كاين الجانب الديني وهو يعني الشيء الأساسي في هذا الموضوع. صحيح، وفي الجانب الديني نسعد باستضافة الأستاذ حمزة جزار، مرحبا وسهلا بك معنا. أهلا أهلا بكم. حابين نعرفوا، هو يقول لك في السحور بركة، يا ريت لو تطرق لنا شوية بالتفصيل النقطة هذه، تفضل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب أيها الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث يعني فيه أمر، والأمر هنا للتوجيه والإرشاد، وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، والبركة هي كثرة الخير ووفرته. لهذا هذه الكلمة يعني الإنسان لو يقف معها ويتأملها فهي عجيبة والله. تصور الآن، يعني البركة هي الزيادة والنماء، البركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه واستمراره. نعم. أيضا من هذه البركة أخي المشاهد أخي الكريم، أن الإنسان ما يحصل له من الشبع
وما يحصل له من الارتواء وما يحصل له يعني من الفضل والخير. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال نعمة سحور المؤمن التمر. أعظم 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 يعني ما يتسحر به الإنسان هو التمر. التمر كما هو معلوم هي وجبة كاملة. صح. وجبة فيها من البركة وفيها من الخير وفيها من وفيها قيمة غذائية عالية جدا تغنيك عن كثير من الأطعمة والأشربة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا التسحر. لماذا؟ قال ولو بجرعة ماء. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ السحور أكلة بركة. السحور أكلة بركة فلا تدعوه. فإن لم يجد فليجرع، فليجد أحدكم ولو جرعة من ماء يعني. فإن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. ومعنى هذا الكلام يعني والله هذا فيه فضل وشرف، أن الله عز وجل يصلي على المتسحر. ومعنى الصلاة هو عفوه عنه وتجاوزه عن سيئاته وأخطائه. وصلاة الملائكة هو استغفارهم لهؤلاء العباد. لهذا الإنسان لابد أن يحرص. هذه الأكلة المباركة أخي المشاهد هي فصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. الفصل والفارق الذي بيننا وبينهم هي أكلة السحر. هذه الأكلة هي التي تميزنا عن صيام أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أيضا من بركات هذه الأكلة أنها تقوي الإنسان وتعطيه نشاطا، بخلاف الإنسان مثلا الإنسان غير متسحر مثلا يعتريه الفتور ويدب إليه الكسل. أيضا هذه الأكلة المباركة كذلك يعني وقعت في موقع وفي موطن فاضل. هو موطن السحر لهذا الإنسان. بعض الناس يعني نحن الآن مما يلحظه الإنسان يعني كثير من الناس الآن يعني يتهاونون في أكلة السحر صراحة. مثلا بعضهم للأسف يعني إما أن يتركها كلية، والبعض الآخر إما أن يؤخرها. نحقق التهاون ولكن استقبلوا المكالمة. يلا خلونا نأخذ اتصال لأنه في ناس رأي يعني عندها رأي في هذا الموضوع. على مساء الخير، رمضان كريم لكم كامل. فاكر أختي ياسمين؟ الحمد لله لاباس. وانتم مساء الخير. مساء الخير أخ رياض، لاباس؟ لاباس الحمد لله، أنتم بخير الحمد لله. قولي لي أختي شكون معنا ومن وين؟ آية من باتنا. نعم؟ آية من باتنا. آية من باتنا، أهلا آية. قولي لي آية، أنت تنوضي للسحور ولا فنيانة؟ ولا تقولي صبرت شفت ما نرقدش نديها ليلة كاملة ما نوضش؟ قولي لي يا آية. ألو 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 ألو، آية حشمت جاب لي ربي. آية اي معنا. الو الو يا آية. انا هنا. آية وين رحتي لنا؟ انا برك الله برك واش الغيظة راح لك. قولي لي آية، انت تتسحري ولا ما تتسحريش؟ نتسحر لازم نتسحر. واش تاكلي جينيرالمون؟ طعام بالحليب. طعام بالحليب ولا باللبن؟ البن ما نحبوش. قالت لك بالحليب. يا اغلبية الجزائريين يجمعون على انه الطعام هو الاكلة الرئيسية لازم في السحور. آية نعم. تدخلي كوزينة انت طيبي ولا لا؟ لا سكسيك انا خلي سكسيك رياض. انا عاقل اليوم، انا كالم اليوم. الجمعة الجمعة. يلا آية شكرا لك على الاتصال. العفو. وان شاء الله يكون الله يخليك. شكرا لك وان شاء الله يكون من نصيبك جائزة من الجوائز اللي انا محضرينها النهار اليوم. استاذ نعود نرجع لك. فقط سؤال على الطريقة الصحيحة ولا الوقت المناسب اللي لازم ينوض فيه الصائم باش يتسحر فيه. نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. السحور حقه التأخير. لماذا؟ لأن التسمية تقع في وقت السحر وهو آخر الليل، هو وقت النزول الإلهي. لهذا قلنا أن الكلام هذا يعني أن الموطن هذا موطن مبارك. هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث إرشاد نبوي عظيم. لماذا؟ لأنه جعل توازن زمني بين الوجبتين. يعني تصور أنت إذا قرب مثلا هذا
السحور من الإفطار. الإفطار بعد يعني طال وقت الصيام. صح. ولم يعني نحصل الفائدة والغاية المرجوة من السحور. لهذا الإنسان كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الصحابة قلت كم كان بين الأذان والسحور، كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. فكان هذا هو المعيار والميزان، في كانوا يعدون الوقت بالآية، وهذا أعظم دليل على أن وقت السحور كان أو وقت الصلاة كان قريب من وقت الإمساك. لأنه في الناس بالزبط تقعد تقول لك ناكل أنا بعد الفطور بعد قبل السحور بحت ساعتين أكثر، يعني مشي وقت السحور تقول لك أنا خلاص سحرت. نعم وهذا من الأخطاء صراحة. هذا من الأخطاء، فالإنسان لابد أن يتسحر في الثلث الأخير من الليل، وهذا وقت السحر، والإنسان بذلك يكون مصيب للسنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الأمر بإذن الله لا يشعره بالجوع والعطش خلال هذا. نعم يحقق التوازن. لهذا كان يقول أحد السلف، كان يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. يعني الإنسان يؤخر هذا السحور بإذن الله عز وجل، ويتسحر بما شاء من مأكولات أو مشروبات، والإنسان لكن فقط يعتني بجانب الإسراف، ألا يسرف الإنسان. نعم الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكما هو معلوم يعني هذا فيه أذية تعود على صحة الإنسان. فمثلا الإنسان معلوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، إن كان فاعلا ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم الإنسان لابد لا يسد هذا النفس. وكما كان يقول الحارث بن كلادة، وهذا طبيب العرب، قيل أنه توفي ولم يحسن إسلامه، كان يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. من أقواله المشهورة كان يقول: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء وعوض كل جسم معتاد. فالإنسان يحرص على هذا الأمر. شكرا جزيلا لك الأستاذ حمزة الزار. هاريات ناخذ فصل إشهاري، خلونا ناخذ هذا الفصل القصير ورجع لكم البلاطو أكيد في رمضان في الدار. مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من فقرة حوالي المرشي. اليوم رايحين نحكوا على ميزة المعدنوس والحشيش في المائدة الرمضانية، تابعوا معنا بقية التفاصيل. سلمك. شكون معنا؟ الحاج محمد مول الحشيش. وش من مرشي هذا اللي رانا فيه؟ السوق علي من الله. نعم صح، احنا على بالنا باللي في رمضان لازم تكون كاينه الحشيش ولا المعدنوس في الماكله. وشنو هي الميزه تاع الحشيش والمعدنوس؟ يعني يشروه الناس بزاف البنه تاعو في رمضان؟ الاغلبيه يشروا الحشيش والمعدنوس خاطر شهر رمضان من العادات تاعنا الاولين، لازم في الشرباس ولا حذو لازم في الميزه. صح عمو، قول لي انت اللي الحشيش هذا انت اللي تجيبه من الفلاحه ولا يجيبوه لك ولا تشريه؟ ندخل للسوق، سوق الجمله. الفليو توجور يدوموندي في رمضان؟ الفليو في رمضان ناقص شويه، ما يخلوش. اللي يشروها بزاف في رمضان الحشيش تاع الشربه، النعناع، المعدنوس، زعيتره، الرند، كرافس، هذو يستعملوهم. والسلق. السلق باش يديروا بكثره. باش يديروا بها واسمو البوراك؟ لا بوراك طوالية. لا لا كاين خبزة تاع سبناخ، كاين سبناخ اللي فيه نار. وعلى قداش تبدا الخدمة الحاج؟ حنا الصباح نجوا على 6 ومور الظهر نحبسوا. مور الظهر خلاص تكمل الناس لابليبار يشروا مع صبيحة. يعطيك الصحة ربي يعاونك. السلام عليكم، شكون معايا؟ ياسين بن خادم. الله يبارك، انا نشوفه في الطابله تاعك راهي معمره. احكي لنا على ميزه الحشيش والمعدنوس في رمضان، وشنو هي الحاجه اللي يشريها بزاف المواطن؟ المواطن يشري الحاجه بزاف، يشري هذو الماء صوالح حشاوش معدنوس النعناع والسلق، هذو كاع كونسوميوها في رمضان. يعني فيهم فوائد بزاف؟ فيهم فيتامينات بيان كاع.
أتكو غير الحشيش المعدنوس والنعناع كما رانا نشوفو ولا يشرب؟ لا لا يشرب ما من الأصالات اللي رادي في اليوم. السلق ثاني؟ السلق ثاني ما مسلق فيها فوائدها لا. جيت دير لهنا باش نقدي النيسيسار تاع تاع شربه باللي زاتيك لي زير تاع شربه. انت على بالك باللي هادو هما لي هادو سبيسياليتي تاع شربه جينيرالمون لي زاتيك تاع شربه. قالوا لي تفضل احكي لك على الحشيش هذا بالطفا. تو ديبا احنا نقولوا هنا في السونتر احنا نقولوا الحشيش بالطفا في الرجل تاع الساعه تاع الدبشه وشي با في الغرب تاع الساعه تاع الغرابه. نعنع جينيرالمون هذا المعدوس ان بو بلوس شيا كرافس زعتر ابارسا هادو من الزاتين اللي نستعملوهم في شربه في رمضان. واش راك دير لهنا؟ جيت نشري بتاع معدنوس. قولي اسكو كل يوم تشروه ولا كي تخلص في الدار؟ بعثني ما قلت لي واش بتاع معدنوس هبط نشري لها بتاع معدنوس. صحة قلنا صحة رمضانكم. صحة صحة رمضانكم وصحة فطوركم. اوا بون كواج بون كواج لاصال تاع الشروق والله يرحم علي فضيل الله يرحمه. وصحة رمضانكم اللي توت ليكيب تاع الشروق ولا ما تشوفنا صحة عليكم. شيك دوريون للأناقة عنوان. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا ومشاهداتنا الكرام. مازلنا متواصلين معكم من خلال برنامجنا رمضان في الدار. لا غالب اليوم على بالي الجمعة شغل العيا العيا تاع السمان. ماذا رياض انت اليوم راك شويه عيان؟ ديجا من مقبله تاعي يقول لي ياسمين انا توالفت الجمعه شغل في الدار، ولكن على جالكم انتم اللي نحبوكم ونعزوكم وعلى بالنا بلي باش ما نخلولكمش نخلولكمش وحدكم نهار الجمعه، نكونوا حاضرين معكم في 29 ولا 30 يوم تاع رمضان. نعود نقولوا لموضوعنا لنهار اليوم هو هل الجزائري ينوض يتسحر ولا لا؟ صح انت تسحري ياسمين؟ نتسحر ايه تنوضني ماما بالسيف. فورسي. فورسي تقول لي نوضي باسكو نرقد انا جوست 12 ونص الماكسيموم الوحده نروح نرقد نعاود نفطن باش نتسحر. نذكر بارقام الهاتف رياض اللي جامي حفظتهم انت في حياتك 023 70 92 94 اتصلوا بنا وتفاعلوا معنا حول هذا الموضوع. ها رياض. طبعا احنا كان عندنا في كل يوم فقره اولادنا في الغربه، واليوم كان من المفروض انه تكون حاضره معنا الفنانه الجزائريه كاميليا ورد، ولكن للاسف الشديد انا نعيط لها اشتري بوندي. كاميليا اذا كنت تشوفي فينا يعرف قلت لك بالك تري بوندي منا لنهايه السويعه هذه. ونقولوا عندنا اتصال. الو مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم، صحه رمضانكم. الله يسلمك، شكرا لك. فرانسيس في الشروق يا سنين. نعم واش قالت؟ واش قلتي لي؟ لا فرانسيس تاع الشروق. لا فرانسيس تاع الشروق. شكرا لك الله يخليك. ما تقولوا لها هكا هذاك واش؟ من هي خويا نحب كل ما نحب. شكرا لك، هي ثاني قالت لك ما من تاعي نحب. ربي يخليك شكرا. منين معنا كي تعيطي الاخت؟ منين؟ معكم اكرام من مليانه. اكرام من مليانة. احكي لنا اكرام، اليوم رانا نتكلموا على السحور واسكو تتسحروا ولا لا لا، كيفاش ديروا انتوما؟ الوغ في دارنا يتسحروا، انا ما نتسحرش كامل، لو كان نتسحر صباح كي نوض نحس روحي ثقيله مدوخه كامل، يسمى ما نتسحرش كامل. بصح استناي باش تتسحري باش تلقاي روحك ثقيله هكاك، ماشي الفريت ولي زوبسيون
والجواز هذاك الاحمر اللي يبقى الشربه كاين دي جون اللي نعرفهم مسبسوا مثلا الشربه مع السفسطه الله يذكره على خير والله الشربه خلوا الشربه اقسم بالله غير الشربه هكا شغل يصير على الفطور قولي لي انت باش تتصحري باش نعرف علاش راكي كيفاش خطره بريوش خطره طعام كل خطره وشنو انا من حتى خفاف هادو بالك انت على المنوض ثقيله في المنوض باش تعاودي ترقدي دونك ديكو الصباح ما تقضيش تنوضي ايوه حاجه انت ما عندكش صوني يعني جينا قالت لك غير ياسمين اللي تعرف لي شفت كملي دخلت ويا فرنسيس شكرا لكم ونشكركم على كل الدعم ديالكم ليا حبيبتي شكرا لك على الاتصال وان شاء الله يكون من ديكاس صغير ندير ديديكاس لماما وندير ديديكاس لخويا عبد القادر واختي انفال واختي نورهان ديديكاس لماني حده واختي خالتي حسيبه وخالتي حبيبه وخالتي مريم والخالي سفيان بنت خالي زولا هذه تاع ورقه كي كتبتهم في ورقه شكرا لك احنا نتعاني وباش تتصلوا باش عفوا تحكمونا ولكن نعطيكم الفرصه انه تحيوا كامل الناس اللي تحبهم حبيبتي شكرا لك على الاتصال ان شاء الله يكون نصيبك الهديتين شيك دوريان ولا ذا بيست رياض ياسمين هو المشكل في السحور انه كي نتناولوا بعض الاطعمه بار اكزومبل الشوربه ولا الجواز الاحمر متوم حمر ولا عفسه هكا تحتاج هاد لي زوبسيون الحموره كي تسحروا بهم يصرى الحريق هذاك اللي غدوه من ذاك النهار كامل هو هذاك هو المشكل تاعو دونك دو بريفيرونس الانسان ياكل حاجه كيما الطعام مسفوح الطعام قال لك الاستاذ اللي ما يحبش ياكل بزاف ياكل تمر هو غير وجبه كامله كما يقولوا فيها سكريات فيها كلش دونك حوسوا على الحاجه الخفيفه اللي ماشي قليان ماشي زيوتي بزاف ماشي صوص غوج كاين باش تفيتي ولا كان فاكهه الناس اللي متوفره عندهم في الدار دوكا راهي بفريزا جو سي با حاجه هكا خفيفه دلاع راهو كاين دلاع بون مازال لا 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 كاين رياض مازال ما شريت سي 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 كلينا انا خير كيما نشفى قلت لي دالي شريت بالله نشفى مشاهدينا مازلنا حابين نستقبلوا اتصالاتكم مازلنا حابينكم تفوزوا معنا بالهديتين اللي راهم معنا النهار اليوم تصميم من تصاميم شيك دوريون ولو باك المهدر من طرف بيست سمايل كنترول عندنا اتصال اذا كان في اتصال ناخذوه الو مساء الخير رمضان كريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، واش راكي؟ الله يسلمك، أنت تاني والعائلة كامل. صحة فطوركم. مازال الصبر. وصحة عيدكم. راك ديري نفسي سباس هكا. صحة مولودكم. كملي لنا. شكون معنا هو من أين؟ معكم آية محلف. آية مش هذه آية رقم اثنين. تسكت ما كاين زوج آيات. اليوم زوج آيات. مرحبا بك آية. إن شاء الله تكونوا بخير. والله غير أنا هايلين كي سمعنا صوتك. راني سعيدة بأني قبضتكم. هي تخي بيان ايه شحال في عمرك 16 سنه 16 سنه بنتي صغيره ايه انت فنيانه ولا تنوضي للسحار دائما النوض الله الله باش تسحري ايه اكثر رياض بالطعام قال الجزائر خلاص رياض اجماع هذه شغل من لي زونسيان لي مامون تاعنا خلاص ولفونا على الطعام في السحور خطأ انا شويه طعام والله غير هاي الفصل سريع الهضم و انا اللبن هذاك هو اللي ولا تقدري تاكليه بلا لبن في طعام طعام يهبطنا الاخت ايه انت طعام كي تاكلوه في الدار باللبن ولا بالحليب ولا وحده كل مره كيفاش نشكرك عموما على اتصالك آية إن شاء الله تكوني فايزة معنا عندك إهداء كي حابة توجهي نعم يلا تفضل نادي تحياتي إلى عائلة بشيري وعائلة الزعر وعائلة الزعر إن شاء الله يكونوا كامل يسمعوا فيك شكرا لك ربي يخليك شكرا لك حبيبتي رياض حبيت نغتنم الفرصه قبل ما ناخذ الفاصل نعزي كل عائله نجاري بشلف لي فقدان الوالده ديالي الخاله ديالها ربي يرحمها ويوسع عليها تعزياتي الخالصه لعائله نجاري وعائله الهادي وعائله سعوده كامل في الغرب الجزائري ربي يرحمها ويوسع عليها امين يا رب عموما حنا نواصلوا في رمضان في الدار ولكن ناخذوا فاصل اشهاري قصير بعدو نعاودوا نرجعوا ما تزابيوش وما تبعدوش وما تروحوش انا جاي يلا عودة لكم الناس اللي التحقوا بنا الان على المباشر والحق معنا
الطرب الأصيل والفن الجزائري. خلوني ناخذ راحتي الكبيرة، لأنه الفنان لو قاعد معنا ابن المدينة اللي ولادة للفنانين والفن الأصيل الفن الجزائري طرب الصنعة نقولوا احنا الوسط رياض. صح صح مرحبا نمسيل. يلا ضيفنا في هذا المباشر وليد تينوغ، وليد مدينة القليعة، هو صديق كذلك في جمعية الغرناطية لمدينة القليعة. مرحبا بك وليد. الله يسلمك. سحر الله يسلمك. شكرا على الاستضافة. الله يخليك. الحية المباركة. يعطيكم الصحة. الله يسلمك. ربي يخليك. احنا نفرحوا بزاف كي يكونوا هكا ناس فنانين وموسيقيين. شوف أنا شخصيا ما كنتش سامع الأغاني، ولكن ياسمين من اللي شافتك وهي عنده واحد لافوا ويعرف كيفاش يدير وكيفاش يلعب الفيولون وكيفاش يدير. طبعا ياسمين راهي من أهل الصنعة. شغل حنا نعرفوا ملي كنا صغار، وأنا كنت في جمعية البشطرزية، تحياتي الكامل أعضاء جمعية البشطرزية على رأسهم يزيد. وجمعية الغرناطية كذلك الرئيس الجمعية غروس كذلك تحياتنا له وكامل حبابنا الموسيقيين. أنا دائما نحب قبل ما نبدأ نحضر نحب نسمع قبل. أعطينا حاجة قبل. تفضل. حلاوتها يا سيدي. بيان سور صارية غني معك. صحة وليد. وليد حضرنا للبرنامج وهذا المباشر ومعه يعني الألبوم ديالو اللي مازال ما خرج حصريا، يعني على الشروق فيها نوبة على ما أظن كاملة. لا مش نوبة، مقاطع من الحوزي. فيه 3 بروغرام، فيه بروغرام تالي المديح مغربي أرجيان، وفيه بروغرام ثاني اللي فيه لا غراند ميوزيك اندالوز الاسبان موشحات اندلسيه. كيفاش حتى خيرتهم هذوما كامل على بالنا التراث فيه بزاف؟ عاد نعطيهولك طبيعه هذوما. علاش هما برك؟ علاش هما؟ انا خيرت باش تكون الانتربريتاسيون تاع الموسيقى الاندلسيه بصفه عامه، لانه حنا في الجزائر عندنا مدارس، عندنا المالوف، عندنا الحوزي، عندنا مدرسه الصنعه فيها العروبي، عندنا كذلك مدارس اخرى تاع المديح اللي تتحدى المغرب، عندنا ايضا الحاجات التونسيه، وعندنا كذلك الموشحات الاندلسيه اللي ما ينخدموش بزاف، راحوا بزاف للمشرق خدموهم حنا نسيناهم. الوغ اسييت باش نخدم كامل، نجمع كامل لي زيكول في سيدي واحد يكون تنقل ما بين المدارس تاع الموسيقى الاندلسيه. تخي بيان. ولي تقول لي شحال من سنه عندك في الاندلسي برك باش تسمع رياض؟ عندي تقريبا 11 سنه. الله يبارك. هي تضل تزوق عليا احنا الاندلسي. بيان سور. قول له بلي احنا الاندلسي لازم نبداو صغار. بيان سور. معليش معليش انا دوك وليدي نربيها الاندلسي. ناخذ مكالمه هاتفيه جديده. الو مساء الخير. مساء النور. واش راك الوقت الكريم؟ لاباس. رمضان كريم. حاضركم. الله يسلمك. شكرا لك. حاب الضيف اللي راه معاكم. الله يخليك. راكي حضرات ملي يلحق البلاطو. ملي يلحق البلاطو يعرف عجبك شويه. الله يعطيك الصحه. شكرا لك. ما قلتيناش فقط اسمك ومن وينك اتصلي بينا. زكريا من تلمسان. من تلمسان. الله يبارك. ناس الغرب حاضرين دائما بقوه. دوكا الله ومن بعد كيف اجيني ومن بعد يلا تخي بيان. قولي لي انت العائله ديالك تنوضيها للسحور بما انه موضوع
حلقة نهار اليوم هو يعني رح نحكو على السحور. نوض احنا السحور. وش تاكلوا في السحور؟ كل يوم. كل يوم. ياسمين كان عندك بابا خسر. الطعام خطرات الماكلة اللي تبقى على الفطور يعاود يسحروا بها. اها تخي بها. والحاجة كي يقول عليها رسولنا الكريم. صلى الله عليه وسلم. ما نهدروش عليها. فيه بركة. كاين بزاف ناس اللي يحبوا يستقهوا في السحور، كاين اللي يحب يدير هكا قهوة حليب. تشربوا قهوة حليب؟ لا قهوة كحلة. داكو. تخي بيان، شكرا لك حبيبتي على الاتصال وسنا حتى اخر البرنامج لانه فيه القرعه باش نحطوا اسماء نختاروا الضيف ديالنا هو اللي يختار اسماء الفائزات لنهار اليوم ان شاء الله. ما تزربيش اقعدي في شهره. قولي اختارني يا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. شكرا لك. شكرا لك. يلا رياض ناخذوا فاصل اشهاري قصير ونعاودوا نرجعوا لكم. مازال رمضان في الدار، مازال ضيفنا حاضر معنا بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. رمضان في الدار مازال متواصل، ما قعدناش وقت بزاف للاسف الشديد ياسمين، ولكن نعاودوا نخوضوا الحوار. الحوار مع الضيف ديالنا. انا ما نحسوش حوار، انا ساني قاعده شغل في الصالة الجمعيه. وليد قولي وليد، انت تسحر ما تسحرش؟ نسحر بيان سور. تنوض واش تسحر وليد؟ ناكل واش جات. ما عندكش مشاكل؟ نلقاها في الفريجيدير ناكلها. تخي بيان. عندي مشكل حاجه خفيفه شي حاجه هكذا. تخي بيان. قولي وليد، رمضان هذا السنه والعام اللي فات شويه يعني الفنانين ما كانش عندهم يعني حفلات ولا صارت، باعتبار انه خاصه مدينه القليعه يعني تنظم وحدها بلا يعني البرة حفلات عديده، لانه فيها الناس القليعه يحبوا والجوار يحبوا بزاف الاندلسي. فالعام اللي فات ما كان والو باسكو كنا كونفينمون من 3 تاع العشيه، سكيفي توت لي سواري اون لايف. عرفنا سنا الحمد لله، سنا كاينه شويه حفلات في دار الثقافه تاع القليعه، كذلك ديوان الثقافه والاعلام بالمناسبه نخدم في كومبلكس تاع شنوا الجمعه الجايه ان شاء الله. كذلك نفس الشيء البشطازيه خدموا البارحه غناطيه الساعه على قداش راهم يبداو الحفلات؟ ما لحقوليش هاد الحفلات اللي زعفانه من البشطازيه من 10 ل 11 ونص هكاك. اوفر حنا باسكو تيفازا ما كانش كونفينمون. فوالا ما كانش كونفينمون في ولايه تيفازا. الجي ما كانش اغيكولتور ولا رونسي ولا ما كانش مالوغوزمون. مي الحمد لله السنه خير من العام اللي فات. نتلاقاو في الجمعيه لي ريبيتيسيون تخي بيان. بريبار لا سورتي تاع السيد ان شاء الله ابخي رمضان ان شاء الله. و بشويه بشويه نعاودو نريكيبيريو ان شاء الله، ما تعاودش تطلع برك لي كاب كما كان. تخي بيان تخي بيان. وليد قول لي انت يعني بداياتك في الاندلسي وكذا، ما قلتش نخوض تجربه يلا نروح لطابع اخر، لانه شفنا بزاف فنانين وموسيقيين خاصه انه انت تغني وتعزف الاله. اختاروا خاصه الفيولون يعني اله تروح للمشرق ربع المغرب راك شايف. دونك اوتوماتيكمون تشوف الفنانين يروحوا للمشرق بزاف. حقيقة أنا مؤخرا راني نروح للمشرق. خاصة في آلة الكمان. لأنه لا بوزيسيون لا بوزيسيون جونو لا كلاسيك ولا أغاب سي هنايا. لازم خاصة أنا بين المشرق والموسيقى الأندلسية ما كاش اختلاف كبير عن مقامات نفس المقامات المقامات الموحدة. أعطينا حاجة شرقية ما كاش مشكل، بصح لازم تغني على كونديسيون رياض. أنا الهضرة مانيش ثاني قدمت. الشيء المهم في
في الفنانين تاعنا الجزائريين ولا العازفين يخلي البصمه الجزائريه. اها كاين واحد الروايح شويه تاع لوندالو فقلها سمع هو ثاني. قول لي خلينا نزيدو نحكيو اكثر على الالبوم ديالك، كيف جاتك الفكره وزيد اختاريت انه تقعد دائما الغرناطيه متابعاتك في في العمل ديالك، اختاريت الجوق الغرناطيه؟ الفكره تاع سيدي انفا كانت كاينه من الاول، ما في الجمعيه يحفزوا فيا سجل سجل، وانا مازال ماشي دوك ماشي دوك، حتى نخير لو بروغرام اللي يكون غيش، لو بروغرام اللي يكون الناس كامل تسمعوا، نقدروا يسمعوا الصغار يسمعوا الكبار. علاش غناطيه؟ غناطيه لانه الحمد لله احنا في الجمعيه تاعنا لي ميور ميوزيسيان في الجمعيه، عندنا في كافه الالات، القانون، الموكا، سكيفي جمعيتي اولى، جمعيتي راه ديجا موالفتني تسمى في لاكومبانياسيون لا خير من نروح نجيب اوركيست وحده اخرى. والحمد لله كانت انكوراجمون من الجمعيه هي اللي بريزون شارج تو لو سي دي. فوالا والحمد لله. معروفه الغرناطيه حتى كل الجمعيات يعني القليعه معروفين انه فنانينها حتى ولو يبقوا في الجمعيه ديالهم ولكن يخرجوا اعمالهم الخاصه تزيد تدعمهم الجمعيه اكثر. ها رياض عندنا مكالمه هاتفيه. الو مساء الخير. فينا مش هلك ولا خير. الو مساء الخير. الو 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 مساء الو النور. السلام مساء النور. لاباس؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. بارك الله نشكركم على هذه البرامج المتنوعه اللي راكم تقدموا فيها. الله يخليك وحنا نشكركم على وفائكم. شكون معنا ومن اين؟ مرحبا فايزه من تيارك. فايزه من تيارك. اهلا فايزه. ايه الحمد لله الله يسلمك تعيشي انت يا والكامل العائله ديالك. الله يحفظك راكم لاباس. الحمد لله فايزه. إيه؟ من الناس اللي تنوض للسحور ولا لا؟ من بعد مرة ماشي انا عندي الزوج تاعي دائما يبقى حتى تقريبا وقت السحور باش مع الزوج زوج ونص عاده يتسحر ويرقد ديريكت. فانا دائما لازم نلتزم بالرسول عليه الصلاه والسلام. نفس السحور بركه. مليحه. واش راكي طيبي في السحور؟ الو راكي معنا تفضلي. يعني معاك. اها واش راكي طيبي لهم في السحور ولا كيفاش راكم تسحروا؟ احنا تقريبا عادتنا الطعام دائما تقريبا عندنا الطعام غير بقات الاكل. قولي لي انت يا العائله انت تنوضيهم ولا كاين واحد اخر في العائله ينوضهم؟ باسكو على بالك اللي يجي ينوض الناس للسحور على بالك واحد لا ريسبونسابيليتي. لا على بالي ما كي كنت في العائله تاعي صح كانت شويه نوعا ما صعيبه. صح دروك قلت لك راني غير مع الزوج. الزوج دائما يجد له سحور زعما وقت ما حب يتسحر. شغل هذيك تاع نوض للسحور ينوض هكذا يقعد تدير اكثر المسحرات تاع العائله صعوبه. صح صح صعوبه المسؤوليه. صح الأخت الكريمة شكرا جزيلا على اتصالك ابقي معنا. بارك الله فيكم وشكركم جزيلا شكرا على البرامج كلها يا حسارية ما شاء الله على الشروق. الله يخليك. شكرا لك حبيبتي على الاتصال وبقي الأخ البرنامج باش نديروا قرعة النهار اليوم. الله يسلمك انت ثاني صحه فطورك وسلامنا للعائله. شكرا. نذكروا الناس اللي اتصلت من اول المباشر من هذه السويعه انه يقعدوا معنا حتى الاخير دائما باش نديروا السحب. ما عندناش بزاف وقت اون توكا ولكن نكملوا نتكلموا مع الضيف تاعنا الكريم. لو نقول لك بالك كان يعرضوا عليك قائمه من اسماء تاع الفنانات اللي يادوا الاندلسي، شكون تختار ما بين اي اسنا تشوفي؟ لا 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 بيدير في الشهر ريم حقيقي زكية قرا تركي ولا شكون حطها معاهم؟ بهجة رحال. بهجة رحال شكون اللي تفضل تخيرها باش دير معها ديو مثلا؟ ديو بصح هكا حقرت كاين بزاف كاين لميا مالي. معليش انا خيرنا ثلاثه باك قائمه طويله ما خيرنا ثلاثه بالك باش يجي نفس الصوت نختار بهجة رحال. بهجة رحال. بهجة رحال يعني باحترامي ل لا لا عادي 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 ولكن هما جداد لانه نفس بهجة رحال نفس الصنعه نفس نفس الطبع. وبهجة رحال ماهيش مؤديه فقط لانه بهجة رحال استاذه في الموسيقى الاندلسيه. تخي بيان. ومن لا نوفيل جينيراسيون
واو ما شاء الله. معليش هي اللي شكون اللي تقول بلا ما يزعفوا عليك ان شاء الله بالك يجمعني معاه ديو. هو شباب الديو في الاندلسيه يا رائع يا في جمعيات نغنوا كيكونوا سهرات ديو. كاين ايمان صاهر. ايمان صاهر جو سافيك تقول ايمان صاهر الجمعيه دارت معنا صاهر. تري بيان تري بيان. قول لي رمضان هدايا ثقيل ولا خفيف بارابور لعام اللي فات؟ هما انا خفيف ماشي ثقيل لانه ما نمرش بكري بعد شويه مع قرايه شويه مازالك يعني تدرس. كملت الماستر في قانون دستوري ودوك راني ماجستير في تخصص اخر قانون الدولي يعني المحاماه والقانون والموسيقى الوغ نوض من بعد عندي القرايه شويه جو بريبار لي كونكور من الميموار من بعد شويه فيولون. الموسيقى ما ادتلكش كاع الوقت للقرايه يعني ما كانش؟ لا 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 بالعكس بالعكس كان تكون ما كانش الموسيقى ولا ما كانش قرايه نحس الوقت تاعي فارغ والفت هذيك العطاش هذيك تاع صح رياض جينيرالمون يعني خاصه الفن الاندلسي علاه نقولوا له عارق رياض في واحد لي كونديسيون. انا حبستي سؤال اللي طرح نفسه دوكا ندور ليها. ايه انا حبست كل وليد باللي الدراسه حبست باسكو بسبب الخدمه يعني تاخذ لي وقتي ولازم على بالك يعرف وليد كل يوم تروح لي ريبيتيسيون لو سوار. دونك على بالك باللي تلقاهم كاع فنانين الاندلس اللي دايرين الجمعيه كاع دي ميدسا محاميين دي انجينيور كاع دارسين يعني لازم يدرس ديجا الجمعيه يحاسبونا على النتائج تاعنا تاع كل عام. درت لي هكا نسمع ماشي شغل جوغي ايمي لو كانت انا تان دخلت احدى الجمعيات هذو ولكن خلاص لا خلاص ماشي دوكا يسال الله ما عندوش علاقه. لا 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 ما عندناش وقت للاسف الشديد. لو كان عندنا لو كان هو مرات يقول لي على بالك وشنو هو مرات يقول لي انا على خير ويلعب شويه بيانو اي ويغني اون ميم تون بصح يقول لي كاين واحد الاله ثاني حاب نلعب كيما جيتار. حبيت جوغي ايمي لو كان تعلمت جيتار فيولون باسكو هايلين. معليش يلا كونتر نقولوا لنا اذا كان في اتصال ولا لا. صح ايوه شوف عندنا من الواحد لخمسه اما رقم اللي عزيز عليك وتحبه بزاف. الواحد لخمسه ثلاثه ثلاثه ثلاثه. شكون هي المتصله؟ اكرام من ملينا هي الف مبروك الهديه تاع شيك دوريون. شوك دوريون اي ما حنت زعف علينا وجه لها تحيه. قل لي رقم اخر دونك اختاري ثلاثه يبقى واحد اثنين اربعه خمسه. خمم مليح خمم مليح. سؤال تاع الباك هذا واحد واحد اول أم معتز من سيارتها مبروك عليك هذا الباك المهدى من عند ذا بيست. وليد القعدة معك حلوة وهيلة وهيلة وهيلة. قل لي مشاريعك الجانب الموسيقي والجانب المهني تاع الجانب الموسيقي. مشاريع عندنا أول بروموسيون تاع السيدي إن شاء الله حقا وقتاش يخرج هذا هذا إن شاء الله نقولوا ديبي جوان إن شاء الله تكون بالك في قاعة الأوبرا ولا في شاري بلاكيتشي راح يكون حفل 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 ولا حفلين نزيدوا حفل في القليعة كذلك. يسالوا فيك ناس القليعة بيان سور لازم لازم. كاين فيديو كليب ثاني نخمو ان شاء الله باش مليحة باش مليحة الفكرة. كاين بحث ثاني في الموسيقى اللي نوجد فيه تخي بيان ان بتي ليفغ هكذايا تخي بيان. ومحتاجة الموسيقى الأندلسية حاجة توثق الجانب المهني الجانب المهني الجانب الدراسي عندك مازال دي زوتر ديبلوم ان شاء الله نزيدوا بتيت دكتوراه ولا نشوفوا كاش ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لك ولكن قبل ما في الختام راح نخلوك تعطينا مقطع معايا. في الانداء تغني معايا تغني في الضغط. هذه هي هذه هي لا لا هو قال لي ما نغنيش صوتي دير انا ماشي شونتور هي اللي غنت انا شور هي الاندلسي. لا 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 نشكر في الاندلسي انا نحب الاندلسي وتربيت فيه. يا قلبي خلي حال يمشي على حاله
تصبرون لو جميع الأقوال وصغار لما قالوا يأتي الفرج في الآن يأتي الفرج في الآن والعبد من مولاه الحوز ذو السلوان كلهم بإذن الله صبر على المحال حتى يفرج الله الله أخيرا حتى تحرمنا وسمعنا صوت ياسمين تسمع شكرا لك شكرا لك وليد نورتنا وامتعتنا بهذا القعدة الزينة شكرا لك ياسمين صوتك وأدائك وإحساسك كان رائع مشاهدينا وصلنا لختام برنامج رمضان في النار وش تقول لهم ياسمين يلا قول لهم انت الاول انا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله غدا ان شاء الله في نفس الوقت وفي نفس القناه غدا ان شاء الله نكونوا ماشي الجمعه نكونوا فطنا شويه صافي الرياضه دوك اليوم فابل اني حاساتك يلا موعدنا راح يكون غدوه ان شاء الله لقيونا دائما في رمضان في الدار نحبوكم بزاف صحه فطوركم تهلاو في الناس اللي عزاز عليكم سلام